FM. الكلمة ليك. صورة الفلسطيني ليست فقط بالحطة وبالعلم الفلسطيني أو بالكلاشن. الفلسطيني هو إنسان. هو إنسان يعيش حياة عادية. إحنا شعب فيها جانب الخير والشر كما أي. إحنا شعب مقاوم يعني إحنا اضطرينا إنه ندافع عن نفسنا لأنه بلدنا احتلت. أوكي، ولكن هذا لا يعني إنه مثلاً والدي اللي خطف طيارة واستشهد ما كانش إنسان يحب الحياة، ما كانش إنسان دمه العائلة. خفيف كتير طبعاً. ويحب العائلة، وكان إنسان متعلم، وكان إنسان مزوي، وكان إنسان يعني يعرف يلبس منيح، وكان إنسان يسافر. هذا هو الفلسطيني مثله مثل أي إنسان تاني. فحبيت أنا يعني أحط صورة الفلسطيني الحقيقية. الكلمة ليك.